جايبه لكم النهارده يا بنات وصفه فعاله جدا جدا لتطويل الشعر وكمان تكثيفه. لو انت بتعاني من تساقط الشعر، لو بتعاني ان شعرك مش بيطول، فالوصفه دي يا بنات بصراحه وصفه حلوه جدا، واستخدمتها من فتره كمان طويله، فالفتره دي رجعت لها تاني، فقلت لازم افيدكم وكمان ارجع لكم عمايل الوصفه دي من اول وجديد. فطبعا ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مبدئيا كده يا بنات الوصفه النهارده اللي انا هعملها معاكم سهله جدا وبسيطه. المكون بتاعها واحد بس، لا هتحتاجي بقى تنزلي تشتري حاجه ولا وجع الدماغ ده كله، وحاجه بسيطه برده تقدري تجيبيها من عند العطار وموجوده عموما في كل مكان. تمام. بس يا بنات المكون بقى اللي انا هستعمله النهارده معاكم زي ما قلت لكم مكون بسيط جدا، بيطول الشعر وبيساعد الشعرايه على النمو بشكل سريع. وطبعا انتوا هتبقوا عارفينها وعارفين المكون ده. بس اول حاجه بس قبل ما اقول لكم يا بنات، اتمنى انتوا تعملوا كومنتات كتير تحت، لان الكومنتات بتفيدني جدا 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 وبتخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات. المكون بقى اللي انا بحكي لكم عنه وعماله اتغزل فيه اللي هو الحلبه. انا عارفه ان في بنات كتير جدا مش بتحب ريحه الحلبه وبتستثقلها وبتستثقل ريحتها، لكن الطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده دي هتخليكي تتجنبي تماما ظهور اي ريحه كريهه للحلبه، او ان انت تخليكي الوصفه ما تعمليش بسبب الريحه دي. فانا هقولك طريقه للوصفه تخليكي ان انتي لا يطلع لك ريحه في شعرك ولا اي حاجه خالص من دي، بس لازم تكملي الفيديو معايا للاخر عشان انا هقولك تعملي الوصفه دي ازاي، وبعدين هقولك التركه بتاعه منع الريحه في الاخر خالص. مبدئيا كده انا جبت حاجه صغيره عشان اغلي فيها الحلبه بتاعتي، وحطيت كاس كبير من الميه. تمام. كوبايه بنات كده زي كوبايه الشرب، ما تكونش كبيره او صغيره. لو انت شعرك كثيف اصلا وتقيل وحابه تزودي كميه حطيها، هتزودي بدل الكوبايه تحطي كوبايتين، وبدل المقدار من الثلاث معالق من الحلبه هتحطي اربع او خمس معالق. بتبداي ان انت تقلبي الحلبه بتاعتك. طبعا يا بنات انا اصلا غسله الحلبه دي، يعني قبل ما احطها في الكيسه غسلتها كويس وبعدين حطيتها في الكيسه بتاعتي، فطبعا افضل ليك ان انت تغسلي اصلا الحلبه، لان يا بنات الحلبه بتيجي مطربه وكمان بيبقى فيها شويه طين او اي حاجه من دي، فافضل ليك ان انت تغسليها قبل ما تحطيها في الميه وتبداي تغليها عشان تحطيها على شعرك. تمام. عايزه اقول لكم يا بنات بس فوائد الحلبه فعلا فعلا كتير جدا ما بتتعدش، وفي بلاد كتير جدا جدا بتستخدم الحلبه. التركه بقى يا بنات اللي انا عايزه اقول لكم عليها اللي بتمنع تماما ريحه الحلبه ان هي تبقى سيئه، اللي هي القرنفل. انا حطيت يا بنات 3 حبايات من القرنفل، هتمنع تماما ظهور ريحه حتى في الشقه، في البيت يعني، لان ريحه برضو لما بتغليها بتبقى باينه وظاهره شويه في البيت، فمش بتبقى لطيفه، وبرضو في ناس ما بتحبهاش. انا غليتها يا بنات لمده 10 دقائق على نار هاديه مع القرنفل، وبقى لونها كده قفلت عليها، سبتها شويه تبرد، وبعدين بدات ان انا اصفيها زي ما انتوا شايفين قدامكم. طبعا يا بنات ده لونها وده لون الحلبه، طبعا هي ممكن تبقى فاتحه شويه لان انا ما سبتهاش كتير تغلي. انت ممكن تسيبيها تغلي مده طويله، بس انا مش بحب اغليها كتير، يعني اوطي عليها النار عشان ما تتحرقش، احنا مش بنطبخها. تمام. انا هقول لكم بقى الطريقه اللي انا بستعملها للوصفه دي. هي يا بنات طريقتين، وانا اعتقد الطريقتين دول على طول في كل وصفاتي بقول عليهم، لان الوصفات عموما المائيه بالشكل ده اللي ما فيش فيها غسيل بيبقى افضل حاجه تستعمليها ليها هو طريقتين. تمام. فالطريقه الاولانيه اللي انا بستخدمها شخصيا، وهي ان انا بستعمل الوصفه دي في بخاخ زي ما انتم شايفين قدامكم كده، بحط الوصفه الحلبه بتاعتي في البخاخ وببدا ان انا
افرد او احط الوصفة عموما على جذور الشعر وادلك فروة شعري، تمام. وبعد كده يا بنات بسيبه طول اليوم، مرة الصبح بعملها ومرة بالليل لمدة 4 أو 5 أيام، او ممكن طول الاسبوع من غير غسيل شعر. البنات اللي مش بتستحمل ان شعرهم يبقى عليه وصفة لمدة طويلة من الوقت، فتقدر ان هي تستخدم الطريقة التانية اللي هي تحط الوصفة دي على شعرها ساعتين وبعد كده تغسل شعرها عادي بالشامبو وتحط البلسم بتاعها. لكن لو هتسألوني ايه افضل حاجة، هقولك الطريقة الاولانية اللي انا بستخدمها، لان الطريقة دي يا بنات بتفضلي تغذي شعرك كل يوم حلبة، فشعرك فعلا بيستفاد بشكل كبير جدا جدا، افضل من ان انت تحطيها مثلا مرة واحدة او مرتين في الاسبوع ساعتين وتغسليها. فعلا بتفرق في شعرك بشكل كبير. انا جربت الطريقتين، والطريقة اللي انا بستخدمها اللي هي الاولانية اللي بحطها كل يوم مرة الصبح ومرة بالليل. وطبعا يا بنات يعني افضل ليك ان انت تحطي البخاخ او الحلبة دي في التلاجة وبعدين مثلا تطلعيها. لو ما قدرتيش تستخدمي الحلبة وهي ساقعة بسبب التلاجة، تقدري ان انت تغليها شوية على النار وبعدين تدفيها كده، عشان تدفيها يعني ترجعي ترشيها على شعرك. ممكن تعملي كده كل مرة. البنات اللي مش بتفرق عندهم انها ساقعة ولا سخنة زي حالاتي، فتستخدمها على طول قبل ما تحطها في التلاجة وبعد ما تحطها في التلاجة يعني. بس يا بنات هي دي الطريقة اللي انا بستعملها فعليا. لو انت شعرك مش بيطول هيطول، ولو شعرك بيتساقط او عندك فراغات فعلا هتفيدك جدا جدا الوصفة دي، لان الحلوة بنات مشهورة قوي ان في يعني في ناس فعلا زي الهنود فكرة الحلبة دي عندهم بيشربوها وكمان بيحطوها على شعرهم، عشان كده بتلاقوا طول بتلاقوا كثافة. طبعا ايوة جينات وراثة، لكن هم فعلا فعلا بيهتموا بموضوع شعرهم ده قوي، ومن ضمن الاهتمام او عموما روتين شعرهم من ضمنه الحلبة. بس كده يا بنات نبقى احنا وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا، ولو انت مستنية او فضلتي معايا لاخر لحظة في الفيديو فانا بحبك جدا. ما تنسيش بقى تعملي لي لايك للفيديو ده واشترك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بس كده بحبكم، مع السلامة.